عليك مغادرة مركز استقبال طالب اللجوء. ستضطر للبحث عن بيتك الخاص الذي ستستأجره الآن. يساعدك هذا الفيديو في العثور على بيتك الخاص في بلجيكا. كم يمكنني الدفع مقابل بيت؟ يتوقف الإيجار الذي يمكنك دفعه على دخلك. اتخذ علي كمثال، فهو مستحق لأجر معيشي ويجني 1138 يورو. يجب على علي أن يسدد تكاليف ثابتة كل شهر. تكلفة التدفئة والكهرباء وتبلغ 180 يورو. الإنترنت والهاتف المحمول 30 يورو. الأطعمة والمشروبات 240 يورو. الماء 20 يورو. يحاول علي أيضاً أن يدخر 75 يورو كل شهر. يجب على علي أن يبحث عن بيت إيجاره 570 يورو كحد أقصى. نوصي باستخدام ثلث دخلك لبيتك. لا تستخدم أكثر من نصف دخلك للإيجار. والآن أصبحت تعرف كم الذي يمكنك دفعه لاستئجار منزل، لذا يمكنك بدء عملية البحث.